اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ومثل ما شفتوا، نعم في حدا اليوم كل لحظة في عيد ميلاد، بس اي ميلاد؟ اليوم جسديا عمره 77 سنة هالجسد، وخلقت بضيعة بلبنان اسمها دوما. امي جابت بنت بالاول، انا طلعت طلع خيي صبي، قالت لقديه معك بنت وصبي. خيي ما كان يحكي بس معي، سميني كيفورك، بي ارمني عيطولو كوكو. كوكو يحكي بس معي، وانا روح الا لامي شو بده. ابن 9 سنين صار يحكي ومنيح، وراح على المدرسة وصار مع التلاميذ من عمره، وكبرنا اثنين، وهو كمان بأمريكا وأنا بأمريكا، وعشنا وهلأ سبقنا. ولكن حس من أنا وصغيرة ما أحب عيد الميلاد. عيد ميلاد المسيح إيه، بس عيد ميلادنا نحنا حس في شي غلط. إلى أن توصلت كبرت وصرت أقرأ، الميلاد الحقيقي هو ميلاد الأنبياء، هودي ميلاد بوذا، ميلاد المسيح، ميلاد الحبيب. ليه؟ لأن لا بيخلقوا لا بيموتوا، عايشينهم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إني عايشينهم. نحن كذبة بعيد الميلاد واحد بيتذكر، ولكن عمري 20 صار 21 22 صرت عم خطير، صرت عم موت، ايش عملت انا فيه؟ نو، مشان هيك رح احكي لكم هالقصة سكنت قلبي. رجال قال انا وصغير كنت عم موت، اكبر شوي كبرت I was dying لحتى اروح على المدرسة، رحت على المدرسة I was dying لحتى لي فوت على الجامعة، فت على الجامعة عم موت لحتى لي اخذ شهادة جامعية، واخذت الشهادة الجامعية. بعدين تشوف وحدة وحبها وتجوزتها وصار عندي ولاد وأحفاد وطلعت مصاري كتير وهيك، وهلأ عم موت، لا عرفت عيش ولا عرفت موت. لازم تعرف إنك ما بخلقت وما بتموت، never born never died. نحن مرئين زيارة نتذكر إنه عم نموت، ما بدي مجاملات. هاي كل واحد بيجيب لك هدية، شو جابولي وشو جبت لهم وشو عملت، وكلهم بيقعدوا يرقصوا هيك، شو بدي فيها؟ مجاملات كذبة. عشان هيك بمدرسة العرفان وقالوا لي موجود منها بلبنان ورحت شفتكم، قلت لك منيح اللي وقفت التاكسي، لأن قلت له شو هدف مدرسة العرفان عندك؟ قال لي بدنا نحجب هيفا وهبة. ليش هيفا وهبة لبك تحجبها يعني؟ هذا دور مدرسة العرفان، شالت هالكذبة، لا بتخلق ولا بتموت. أول 40 يوم ما بتكذب، ونحن الكذب ملح رجال وعيب على اللي بيصدق. تاني 40 يوم ما بتجامل، تالت 40 يوم ما بتستغيب، يلا فلت مريم سبوا كلهم فيها. ما بتدعي الله سنة أعطينا خبزنا كفات يومنا، أبدا أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. حوالي 7-8 سنين بتعيشوا، وبعدين المسبي محبة بتسبوا بشوفوا عندك إشارات وكرامات. بعدين أن ترى الألوهية في كل شيء، ما في موت وما في ولادة، لم يلد ولم يولد. بتوصل لوقت تعرف شو عملت أنا اليوم، شو عملت لألي؟ هيدي هدية مريم لمريم. شو عملت مريم لمريم، لأمي الأرض، لأخرتي حسن الخاتم. وقت اللي اجى رجل لعند شيخ مرشد كبير، قال له انا فقير ما عندي غير المصاري، راح اعطيك 500 ذهبيه. قال له اخذته، راح اعطيك اياهم، روح اعمل فيهم شيء وتعال خبرني شو وين صرفته. قال له هذا اخذ خمره وهذا هيك وهذا هيك. قال له راح اعطيك، انا بعمل 3 طرابيش كل يوم، طربوش الي، طربوش لاهل بيتي، وطربوش صدقه. راح اعطيك طربوش الصدقه، روح شوف شو عملت فيه. إيش؟ قال له أنا ورايح لقيت واحد عم بيفتش بالنفاية. قال له أنا اليوم ما قدرت أشتغل، بركي بلاقي شيء تاني يكل. عطيه هون، عطيته هون، ما قبل إلا روح معه، تعشينا وفطرنا أنا وياه ومرته وولاده. قال له الحلال للحلال والحرام للحرام. فإذا تعوا تنشوف هيدا مال الله، مال كل البشر مش بس المسلمين، كلنا مسلمين بالفطرة.
عملوا ويندو شوبينج اليوم. بدي اياها لا، لا شو بدي اياها لا، عايزه تعرف لا شو طلع بالك شب خمره؟ لا طلع بالك شو لا استفتي قلبك ولو افتوك. غلبوا انا لهيدا اللي بده يتحديك وبيحبك، مشان هيك عم بيتحديك. ما ربي خلقه للشيطان حتى تقوى انت بهالتحدي. حاج وقف حدي طلع وتحدى وغيرك تهدى. لا تضلي تحبه للشيطان، انت شفت الله في رابعه. فاذا شو بعمل؟ بدي احضر هالبرامج؟ سكر التلفزيونين، اخبار، جرايد، مجلات، حتى هالحضره اذا ما عم بتحضرك سكرها. شو هن 77؟ 7 و7 14 4 1 5 10 إلا 5 5. الخمسة هو طاقة فينوس ستنا عائشة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ناين ستار كي. هالكتاب موجود، عدوا تقروا. هلأ بدنا ناس كتير يجوا، خذوا نصف دينكم من هذه الحميرات. بدنا ناس تجي من طاقة خمسة. طاقة الخمسة هي أكثر شيء بتهتم بالجسد، إذا من ناحية الجسد هي البنكرياس والمعدة والطحة. والطعم حلو، مش سكر، جزر. ونزع القشور خطوة إلى القبور مثل ما هي. هون بتشوف مين ما أجيك مريض، وإن طاقة الخمسة بتكون ممسحة للي قبلك ويلي بعدك. هالممسحة يعني مسيح ممسوح بالله، بتكون خادم الحرمين، تخدم الضعيف والقوي، اللي تحتك واللي فوقك، قبلك وبعدك، بدون أي شكر وأي expectation. ما تتأمل خير من حدا، قال له عمال منيح وزدته بالبحر. قام جحيم إجا قال له شو عملت اليوم يا جحيم؟ قال له لقيت مرق طيارة عم تقطع النهر، ما بتقطع النهر، ورجعت كبيتها بالبحر. جحي من كبار الصوفيين بيعطيك هيك رموز. كلنا يكون عندنا هالرمز يلي اجا بكل الطرق وبكل الديانات، بس الدين واحد، هو التدين الالهي، the religiousness of the heart، بلب القلب. فاذا مين العيد؟ لا انت ولا انا، عيد سعيد. بس تقول عن رمضان، يعني هل انت رمضان؟ قرآن، فرقان، إنسان، خمس حدود، واحد ألف ونون. فإذا بدي أتعرف على نفسي جسديا. إيه 77. ليش جبران قال لهم رجعوني على لبنان وحطوا له جسده هون مثل السمكة السلمونية؟ بس بدها تموت بترجع مطرح ما خلقت. طلعت على دوما وأنا وميشيل إسحاق يعني، ودوما كلها عائلة وحدة. قلت له شفت حالي غريبة؟ قال لي وأنا كمان. وعنده بيت حلو كتير، يمكن أجمل بيت بلبنان من هالبيوت القديمة. وكان هيك بده يعمل فيه صدقة، يجوا الناس، ما نعرف نعيش نعرف نموت. بس عم فتش على إنسان. نعم قالوا لي رح تكون في بناية لنيو تي في تلفزيون. السطح نحن قلنا هي إذا بقيت مريم بجسدها يكون السطح، ونزرع كل الزريعة ونحط علم ديماركيشن لاين. وبحب أعيش مع الناس اللي عم بتموت بنوع خاص من رحمك اللي جاي مشوه، ما تشيلي تركي هو ينزل مثل الرحم إلى 7 سنين. غيرنا بياخد 7 14 14 21. ما عرفنا نعيش نعرف نودع، لأن وقت بيموت واحد بفرح بيرجع بيحط فرح بالأرض. إذا بيموت زعلان بيرجع بيحط غضب، بدنا يحط حب. الولد بتشحطه من هالأوضة بيرجع بيروح على تاني أوضة وبدق عليك، بتشحطه من بيرجع من لا لا لا. شفتوا هلا أطفال عم تخلق إيدها هيك؟ عشان هيك بطلب من كل محطات التلفزيون بلبنان وبنوع خاص منك أنا ميشيل عون، يا حبيبي عبيك رجعوا بحطوا ساعة لله. قريبا بيكون ها
هالحضرة تأمل ساعة، كنت ساعة لله. هل الله مش اللي قاعد فوق اللي جوا؟ والساعة منا 60 دقيقة، هيك لحظة فيها يقظة، نستضيف الناس اللي مميزين مش معاقين، مميزين جسديا فكريا روحيا. هالتلات شمعات لكم، بدنا نعمل بالتلفزيون، بدنا نعمله جديد، مطرح لألكن انتو ورا الكاميرا، وانتو ما في درج تطلعوا وتنزلوا، هيك بتصير عطستوا زدكن وبتمشوا صغار وكبار، وتشوفون كلهم وقت بتشوفوا هيك ناس بتصير تقولوا الحمد لله، وهيك يكون اسم الحمد لله. حضروا ماي ليفت فوت، ما في شيء بيتحرك فيه الا اخر اصبعتين. اجت وحده حطت له ريشه، علمته يحركهم ويرسوا. ما بدنا معاقين، انت مش معاق، مختلف، يو ار ديفرنت، ذاتس اول. وما بدنا اخوتنا يلي جاي ولزبيان كمان نضحك عليهم، لا، من احلى اصدقائي هن. ننتبه، يعني في اجسادنا عم تجي مشوهه، ما في شذوذ، انا لزبيان وانت جاي. المره وقت بتردع امراه مع امراه، وقت عم تردع طفل صبي او طفل بنت، او مش مثل ما بيعملوا هالفتاوى، دخيلكم هالقد بيعرفوا. ما تسمعوا اي فتوى، استفتي قلبك ولو افتوك. فاذا وقت اللي بيقولوا لك ايه محرم انك تعمل عيد ميلاد بالاسلام، انا معهم، بس مش انه محرم تعمل حفله ويجوا الاولاد وهيك، ما على شيء، بناكل جاتو وبناكل هيك وبناكل هيك، بس with awareness، بمعرفه، يقيني. الرضا والتسليم نهايه العلم والتعليم. خذ سكر، خذ سم، خذ خمره، حلل وحرمها، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. وقت اللي كسروا خمارات المسيحيه والمسلمين، قال لهم للمسلمين بس، للنصارى اخوتنا بترجعوا بتردون وبتعتذروا منهم. بدنا نرجع الى حياه الخلفاء. كيف قتلنا اهل البيت؟ بعدنا عم نقتل اهل البيت بسبب جهلنا. فاذا وين عيد الميلاد؟ عيد الميلاد وقت اللي بموت، موتوا قبل ان تموتوا يا حبيب قلبي. موت الموت، ما في موت. قال له موتوا قبل ان تموتوا، بتتذكروا هالقصه يلي كان يمرق الملك ويعطي ناس مصاري. هيدا ما يعطي، قال له ليش ما عم بيعطيني الي؟ قال له ما بعرف، عم بيعطي، هذا بيستاهل، هذا بيستاهل، هذا بيستاهل. قال له انا بدي اخذ منه مصاري، يعني شو بدي اعمل؟ وليه؟ حطني على هيك اني انا ميت، احملوني انا ميت. مرق جدتي ميته وحاملينه، حط مصاري. قال له شفت اني بدي اخذ منك مصاري وعطيتني مصاري؟ قال له ان لم تموتوا بس مت اعطيتك. عشان هيك بتجينا النعمه، بس بده يموت فيي شو؟ الانا، الايجو، الاستكبار، الجهل. ما بدي ضلني متمسكه بهالفكر الكافر الماكر الماهر بيغلبني يغلبني يغلبني يغلبني. بدي اعرف انه عم بيغلبني، وبضحك له وبقول له ايه انا سمحت لك، انا سمحت لك، انا السيد الحسيب والرقيب على نفسي، حضرة السيدة، انا الحضرة وانا السيدة، مش على الناس، على نفسي قد ما بقدر. قدر القادر وما قدر، كل يوم بزيد القدر فينا، كل يوم كل يوم. فاذا نعم، هلا نحن ابتداء من كل لحظة وبهاللحظة علم النوايا، إنما الأعمال بالنيات. قبل ما تجي، قبل ما أحس فيها، وقبل ما أشوفها، وقبل ما بقى، ساعتها بتجي أشهده. هيدا الفكر، عنده 5 قواعد، بس شوفه أشهده. خلها تروح، ماني مجبورة أحمل صليبي وصليبك، كل واحد يحمل صليبه، وما بتبعك وبتتبعني، انتردبندس، نتواكل ونتواصل. هيدا عيد الميلاد، انك مت وخلقت من جديد هلا، مثل فاطمة الزهراء، فاطمة البتول، يا حبيبة قلبي. ما حدا عرف وين دفنه، وهيك الإمام علي. حتى ما الناس تعمل، نرجع نشوف هيدي
هلأ علميا مش بس بالإسلام، علميا ما بتذكر الميت ثالث يوم، وهيدا سر موجود بس عند رجال الدين أو اليهود، ولكن هلأ الكتاب موجود. وقنت كتاب الله، مات بيي، مات جوزي، مات ابني، خلال ثلاثة أيام الله يرحمه ما بترك شي بالبيت، تيابه وكل شي شو ترك أثر بعطيه مش للقرايب، للي أضعف من بيي وأنت وأنا. ما لازم يكون في فقر، الفقر سبب من الفكر. بالضيعة عنا ما كانوا يدفنوا بدوما. أبو أنطون إذا على دين، مين على دين؟ أنا بسامحه، أنا ما بسامح، أنا بدفع عنك، أنا هيك أنا هيك. الدين نار، دينار. فإذا قد بساطك مد إجريك، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت، لا بتخلق ولا بتموت أنت. ما في عنا عيد هبي بردي وهبي سخني هبي بردي، ما بدنا. هيدي بس تنجمع الناس وهدايا، وتوزع الهدايا في سبيل بناء هذه الكنيسة، أو في سبيل بناء هذا الجسر، أو في سبيل بناء هذا الطفل، أو في سبيل تنحكم هالشاب ونبعته يتحكم برا. قلت له لو تحكمت برا ولموا عليك ألوف ومئات الألوف الدولارات رح تموت يا بيتر، ما حدا بيحبك إلا أنت. أنت عود طبوخ لأمك ولا صاحبتك ولا مطعم ولا شيء أبدا، غيروا أكلكم، خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي. ما عطاهم خمر المسيح، عطى مي، قالوا نحطوا مي بركة. مش معناته الخمرة مش منيحة، أن ترى الله في كل شيء، بس يكون عندك الوعي awareness، المعرفة، عرفة مش هونيك. وفينا انطوى العالم الأكبر. فإذا اليوم عمري 77 جسدياً، شو ما جبتوا لي مني بحاجة لشيء أبداً، عندي هالكفن. وبشكركم أنكم تعودتوا علي، ما بتغير تيابة في عندي إذا بدي غير، بس بلاقيه نظيف وما بعرف قول ليش بدي تغير تيابة. وما بصرف مي إلا عند اللزوم يعني، إنه بستحي أخبركم يعني. بالبيت بنحكي أكثر أهلا وسهلا فيكم، عبيت مروا يم ونور سبع أحرف يلي سميني إياهم. نعم أنا شفته مسيح، شكله إنجيلي كمان، اللي مريم نور، اللي معه الحق ما بده ورا. حملت هالاسم، بدك كلمتين تيعطوك باسبور، اسمي مريم نور، ما عندي عائلة، عائلة من عائلتها، كلنا عائلة وحدة، عائلة ملكية، بس مش مملوكين من أهل الدنيا. يا مالك الملك، عمرنا بإيدك، عمر الجسد، شوفوا شو عم تعملوا كل يوم، شو عملت؟ كلنا السرسرة والأموال عم تنصرف، مبذرين إخوان الشياطين، ما تشتري شيء أبداً ما أنت عايزه ولا غيرك. نرجع منتذكر اسمه ويندو شوبينج، خلال ثلاثة أيام، أول يوم تكتبوا كل اللي بدكم إياه، كل المستحلين، ثاني يوم بتصير تشطبوا، نحكي مع بعضنا ليش وليش، ثالث يوم كمان بتشطبوا أو بتزيدوا بتغيروا، ثالث يوم بنروح بدنا نشتري اللي كاتبينه، في ناس ما عادوا يكتبوا شيء. وقفت السيارات عندنا ما في بنزين، بنوقف على المحطة، ما معنا مصاري تدفع لكم بنزين، مريم بتحكي، بس بننظف الحمامات هون وبننظف السيارات وكل شيء. يتعجب يلاقينا انه ما معكم كمان كريدت كارد؟ لا ما معنا مصاري. يجي صاحب المحطه عبوا كل السيارات، بقول له نحن هيك هيك وانا بيتي هون شرف. بنفوت على المطعم بدنا ناكل بس بنجلس هون وبنعمل هيك وبنعمل. وفي بنت كانت دائما تستحلي ساعه وراحت لعنده حقها 60,000، طلع فيها على 40 بعطيك اياها ب20. صارت تبكي هي هيك تحط عيد، قالت له لا ما بدي اياها. قالت لها خذي يعني بقدم لك اياها. بنتي بتشبهك كثير، ماتت حادث سياره وكان بدها هيك ساعه وما اعطيتها، خذي. قالت له انا صرت بنتك بس خلص. هيدي كانت بفكري بس تحطها بايدي، ولانك قدمت لي اياها رح اخذها واقدمها لغيري. بيعها انت ومالها طعمي فيهم الجوعانين والفقراء، انت رح لعندهم.
نزلنا بأحلى أوتيل، ما معنا ندفع بس مندق ومنغني ومع موسيقى وهيك وهيك. ما حدا راح، كلهم سهروا ونيمونا بالسويتس، أحلى سويت لأنه كانوا فاضيين. وكلهم نحن طالعين عتيوني، قلت لهم أنا معي هيك، كلهم أخذتهم منكم رجعوا أنتوا فتشوا وين في فقير ما معه ياكل، أنتوا روحوا لعنده وعملوا علم ويندو شوبينج. وهلا كل شيء بدكم تشتروا اسألوا حالكم أنا بحاجة له؟ ما تروحوا لمطرح تاخذوا معكم زهور عطشتيهم من أمهم وبيهم، تركيها مع أمها وبيها الزهرة، زرعوا مورينجا، زرعوا زريع، زرعوا حبقة، خدي معك شتلة ليلى زرعيها على البلكون. نعم الهدية هي يلي بيهديني للصح مثل المهدي، ما بدي الأعور الدجال والمسيح الدجال، ما موجود فيي وفيك، هي اللي وصلنا لهالجدل والدجل والجدل. بطلب من كل محطات التلفزيونات شيلوا هالبرامج المنحطة، شو بدك نحط يا مريم؟ ما بعرف بس في كتير محطات أجنبية ما بتحط دعايات ومنساعدها بضرايبنا، وفي محطات من الشعب للشعب بكل ولاية بأمريكا، وفي محطة اسمها مريم نور تشانل 8 غيروها لأنه جبت كل اللي بيحكوا عربي وبيحكوا غير لغات، وخذ الحرية حطيت هالعلم، وكلنا العلم بالتعلم كما الحلم بالتحلم. وقالوا مريم انت خطره، يعني الاطباء تقول، بس هلا ما بقى يقولوا هيك. جون هوبكنز بشكركم. قلت اوباما if you have freedom you can have any chance to have one channel telling the truth and you know it. صاحبه كان يخبره عن مريم نور وهيك، هو اللي جنسني قال لي ما بقى فيني احكي شيء، كسروا له رقبته وإيده وإجره. يعني اللي عم تحكي مريم خطر كتير. نعم الحقيقة الفطرة خطرة لأنها بتوقع الـ FDA مثل ما جيم هامبل ربح الدعوة هلا وقال كل واحد بيجي لعندي ما بدي منك شيء أبدا وما في زوم تروحه، بدنا ناكل مما يليك مش مما ينون يا كاف، بدي يليك أمكم الأرض. ما قال أمك بلبنان الأرض والأرض يلي بأمريكا أمك والأرض اللي بلبنان عدوتك، لا حكي عن بلاد الشام واليمن. علي عبد الله صالح والتقيت بحكام كبار لبنانية وغير لبنانيين وحكام العرب عند هالرجال اللي حاكمي هالأمة العربية، ومن قلبي بهدلتكم كلكم وقبلتوها معها معها كلكم عم تعصروا هالناس بنوع خاص الفقراء والمرضى وال المبذرين، اخوان الشياطين تتعمروا مين اعلى برج، يعني اعلى جرب هي. كيف عاشوا الانبياء؟ كيف عاش المسيح؟ كيف عاشوا الخلفاء؟ ما عم بقول لك تركب على اتان او جحش مع انه الحمار افهم منك كثير، انا من الحمار تعلمت كثير وبعدني بتعلم، هو افهم مني واشطر مني. قروا كتاب يا حمار، كتب العربي كلها لمريم، مش 50 كتاب صاروا محطوطين على بيت الله، وبالانجليزي اكثر وما في لزوم، بالانجليزي بقى انا بقرا اوشو، بس لما بكتب اوشو بالعربي اوشو عم بيكتبوا بالعربي، اوشو عم بيحكي بالعربي، صمت العارفين عنده كل اللغات، بس اللي عم بيترجموا اوشو ترجمه قاموس، ترجمه رجمه. اللي عم تعملوا مشاريع اليوم حتى اللي تعملوا فيها توحيد أو هيك، هيدي كلها ما فيها شيء من التوحيد، كله فرق تسد. مشان هيك بدي هالسد العالي ما يكون موجود بيني وبينك، ما بدي حائط بيني وبينك، الكتاب موجود ونحن جوزنا وجوزك ومرتك ومرتي مثل ما كانوا يقولوا عن فيروز جوزة الأخوين رحباني. يا حبيبتي أنت لو تلفزيون واحد اسمه فيروز وزياد يستلمه كتار بيجوا الصدقة.
ما بدنا شيء، نجي ماشي إذا ما في معي حق السيرفيس أو التاكسي، لأنه ما في ولا محطة فيها أخلاق، فيها الحضرة بس، فيها ذرة من الأخلاق. وبشكركم أنتوا اللي عم بتحطوا سند، بعتولي بريد إلكتروني في حياة عن الخلفاء لنقدر نشارك بهالحقيقة. ما صدقوا بأمريكا أنه الخلفاء حقيقة، قال لي ميتولوجي هيدي رموز، قال لي يعني كل واحد مسيحي، قلت له كل واحد إنسان، وزرع الميزان بالإنسان هالميزان، أنسنة الله فيك وفيه. فإذن اليوم نشكر هالعدد يلي هو عدد عربي كلكم تحطوه، ما تكتبوا العدد سنسكريتي، نكتب واحد اثنين، بس هيدا عدد الإمام علي، نشيل سني وشيعة وكاثوليكي وارثوذكسي وبروتستانتي، شيلونهم، نحن إنسان. ما بعرف شو الانتخابات، أنا ما بنتخب لا هون ولا بأي دولة، يعني حاملة باسبور وأكثر من باسبور، ما بدي إياهم. إذا صار في بيت الله بخزق كل الورق وبعيش معكم ببيت الله، لأنه هالحقيقة موجودة فينا كلنا. أستودعكم الله.